السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دكتور بلوكس. دلوقتي هنتبرمج الـ NLP، إزاي البرنامج اللي احنا بنعمله يتعرف على لغة البشر. يعني على سبيل المثال بنتكلم على السمارت هوم، البيت الذكي، أبرمجه إن هو مثلا لما أقول له افتح النور افتح النور، اقفل النور اقفل النور. بس هي الفكرة كلها إن أنا مش عايز أحفظه كلمتين وبس، ده أنا عايزه يبقى معايا على طول. يعني بمعنى إيه؟ لو قلت له اقفل الضي أو قلت له اشعل الضوء او يعني اي كلمه باي لهجه يبدا ان هو يتدرب عليها. يعني لو قلت له الدنيا ظلمه هو اوتوماتيك يبدا يفهم ان انا عايزه ينور النور، فهكذا. طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز اضيف ال NLP. Natural Language Processing، تمام. دوس عليه فهيبدا ان هو يدفولي هنا، تمام، بقى موجود عندي هنا. طيب انا محتاج ان انا اضيف فاريبل، هضيف 2 دلوقتي وبعد كده ممكن نضيف في المستقبل لو احتاجنا. هقول له خلينا نعمل بلوك على طول، بلوك ميك بلوك، واقول له لايت اون، تمام. واقول له اوكي ونعمل واحد تاني ونسميه بلوك لايت اوف. يبقى انا كده اقدر ادربه على لايت اون ولايت اوف. هقول له هنا مصطلح ان هو يدي النور ومصطلح تاني ان هو يطفي النور، بقى عندي الاثنين هم ديفاين. طيب انا عايز اقول له بقى من ناتشورال لانجويج بروسيسنج او ال NLP، هقول له ضيف لي ده كلاس معين، مثلا لايت اوف، تمام. وده هفهمه ان ده اوف، والعكس طبعا انا بعرفه بعض الحاجات، 5 6 حاجات مثلا، وبعد كده هو بيكتشف بعد كده لو دربته على حاجه جديده. فممكن بقى ناخد دي كده كوبي ونقول له مثلا light need او off please. يعني بتحاول تتخمن اكتر 5 حاجات ممكن الواحد يستخدمها عشان يطفي النور، وهنا اكتر حاجات ممكن الواحد يستخدمها عشان يدي النور. need light L-I-S-T، تمام. فهنا خلاص هيتبرمج بعد كده ان هو هنا دي لايت اون وهنا لايت اوف. طيب كده هتبدا بقى تكرر كل الكلمات اللي انت ممكن تتخيلها لللايت اوف وكل الكلمات اللي ممكن تتخيلها لللاين اون. وبعد كده هنبدا بقى نعمل له بلوكه للتدريب، فهقول له ترين، تمام. يعني البلوكه دي مختصه بالتدريب. طبعا انت ممكن تبرمج حاجات مش بس لللايت، ممكن للمروحة، للتكييف، كل الحاجات اللي هي في السمارت هوم تقدر ان انت تبرمجها بشكل دوت. يبقى انا هقول له هنا ترين. طيب قبل ما نبدأ الترين هقول له ريسيت، وبعد كده هقول له ان احنا هناخد الداتا دي نعمل لها تدريب، فانا محتاج ان انا ادي له داتا. طيب يبقى انا هدي له كل الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل عليها اللي هي لايت اون ولايت اوف، تمام. يبقى هو كده هيبدأ ان هو ياخد ده اللي دي خاصة بالترين. اي حاجة في الذكاء الاصطناعي لو انا عندي كمية داتا كتيرة جدا بديله 80%، وبالذات لو احنا شغالين بالسوبرفايز اللي انا تدريب موجه بديله 80% من المعلومات، وبعد كده بختبره في 10% 20% بقية الداتا اللي موجودة. لو انا اديت كل الداتا يتدرب عليها مش هقدر اتأكد اذا كان هو فعلا بدأ يفهم ولا لا، تمام. طيب كده انا اديته قلت له اعمل ريسيت تكست كلاسيفاير، وبعد كده لايت اون ولايت اوف اتدرب على الداتا ديت، وبعد كده ترين تكست كلاسيفاير بقى جاهز ان هو يتدرب. فبعد كده هقول له بقى ايه، ابدا لما نيجي نبدا البرنامج هقول له بقى ايه، لما تيجي تبدا ابدا ب الترين، شغال لي فكره الترين. طيب بعد كده نيجي هنا هنقول له ان احنا عايزين نبدا نديله كلمه معينه، فنديله كلمه معينه هنقول له قول.
عايزين بقى ممكن نكتب له كلمة هنا أو نقول له خد جملة من الجمل اللي احنا هنديها له. هنقول له get class of، ونختار بقى كلمة تنفع انها تتقال عشان نتأكد ان هو هيتدرب عليها ولا لأ. فممكن تقول له it's dark، يعني الدنيا ظلمة، فهو يبدأ يفهم ان انا عايز اقيد النور. او اقول له I will sleep، please please light off، وهكذا. هي دي الفكرة، يعني الفكرة كلها احنا عايزين نفهم فكرة ال natural language processing او اللي حصل في شات جي بي تي، ان احنا بديله داتا كتيرة جدا وبعد كده بختبره وبشوف الاجابة بتاعته هل هي منطقية ولا مش منطقية. تمام، بس هي دي الاكواد اللي احنا ممكن ان احنا نشتغل عليها. light on تمام بدأ يفهم، و light off شفت الفكرة، لما لقى dark خلاص يبقى light on، لما light off بدأ يفهم ان هو light off. خدت بالك من النتيجة؟ light on هو هنا اتس دارك، يبقى هيقيد لك النور. يبقى انا كده قدرت ابرمج البيت الذكي باسلوب سهل جدا. ف يعني احنا بنتعلم برمجه للكبار وللصغار وكل حاجه. اتمنى الدرس يفيدكم، ولو عجبكم شاركوه مع الاخرين.